رفعت عدوي، مصممة ثياب سودانية. حكايتي مع الثياب بدت قبل 9 سنين تقريبا. كأي امرأة سودانية بحب تنسيق الألوان، بحب أنه أطلع بحاجة متميزة. أنا مأوى سيد أحمد المدني، درست قانون. يمكن يكون مجال بعيد كل البعد من شغل الثياب، بس أنا من أنا صغيرة بحب الشغل اليدوي بأنواعه المختلفة. من 4 سنين تقريبا بديت شغل الثياب، وكانت البداية بشتغل ثياب لي أنا، وشوية شوية بقيت أشتغل لصحباتي جاراتي. عملت بعزمي في كل مجال، عملت نجوى وعسى وأمان، أديبة وعاملة وكان ده محال. بالعلم هزمت كلاما طالي، طبعي خالي أصيل ورزين. يا بلدي معكم جهزة كمال خليل، مصممة أزياء وتياب سودانية. حكون معاكم في مهرجان توب كوينز واحتفالية أعياد الاستغلال في سبارك سيتي. خليكم معنا. مهندسة وعية ورعية سديد، طبيبة تعاوي بلمستي، معلمة حازمة لجهل عنيد، مدرسة حازمة لجهل عنيد، بكل مجال حققت أمان. أنا رانيا عثمان، زوجة سودانية منظمة معارض. سرانين لكم تشرفوني في معرض توب كوينز في صالة سبارك سيتي من 9 يناير لحد يوم 10 يناير. احتفالية فعالية مصاحبة بعيد الاستغلال. كل عام وأهل السودان بألف خير. أنا رانيا الفاضل، مؤسسة مجموعة توب كوينز. بدعوكم تحضروا معنا الاحتفال المغام بمناسبة أعياد الاستغلال في صالة سبارك سيتي، لاحتفال والمعرض المصاحب له في صالة سبارك سيتي بمناسبة أعياد الاستغلال.